في سباق دلوقتي الجائزة الكبرى في بلجيكا، من أحد السباقات الكبرى في الفورمولا 1. اللاعب البلجيكي فيرستابين ده لاعب بلجيكي من المصنفين العالميين، ده بيلعب في فريق ريد بول. ريد بول في زي ما قلنا في البطولات الأولية طبعا، أنا عايز أوريكم اللقطات دي علق عليها، شايفين العربية بتتجمع، يعني ده فريق الصيانة بتاع أي فريق زي ريد بول زي رينو زي الفرق الموجودة فيراري المرسيدس، كل الشركات الكبيره موجوده. العربيه اللي انتم شايفينها دي ممكن تتفك، شايفين النار اللي طلعت من العربيه من ورا دي، عطل في العربيه، هتشوفوا بعد شويه ايه اللي حصل في العربيه، يمكن مش هتبان دلوقتي هتبان بعد شويه. بيحصل اعطال، شايفين النار اللي طلعت دي برده بيبقى فيه عطل، بيخش في 50 ثانيه دقيقه بيكون الفريق الهندسي كله غير له العطل اللي موجود، شايف خرج بره السباق وبيروح يجري على الفريق الصيانه بتاعه. فيرستابين حقق احسن زمن في الادوار التجريبيه اللي في الاولى. انت عارفين زي ما قلنا لحضراتكم بيبقى فيه سباقات بيعملها لوحده في الحلبه بيجيب بيها رقم، لان العربيات بتخش في السباق النهائي بترتيب معين، عربيه ورا الثانيه ورا الثالثه والرابعه، على حسب ترتيبك ده، على حسب الادوار اللي انت او الوقت اللي انت بتحققه في الادوار اللي هي التجريبيه اللي في الاول. ده طبعا عربيه فيراري طبعا حصل عطل زي ما انتم شايفين، بيمشي بالعربيه كده، ممنوع الصيانه تروح له، هو لازم يتحرك بالعربيه لغايه ما يروح للصيانه وتبتدي يحصل تجميع وتفكيك في ثواني. عايز اقول لكم انه الثانيه محسوبه، يعني بتخش بيتحاسب الفريق الصيانه اتاخر ثانيه، زي ما انتم شايفين اهو دخل في الفريق الصيانه، كل واحد عارف دوره، كل واحد راح في العربيه على مكانه. الحقيقه علم تاني وتكنولوجيا جديده، وعايز اقول لكم ان بيحصل اهي دي اللي انا قلت لكم عليها، العربيه حصل فيها عطل شديد والعربية زي ما انتم شايفين راح على الصيانة. الموضوع ما بقاش مجرد سباقات عربيات بتجري، لا ده بقى فكر، لدرجة ان الاسرار دي بقى الشركات بتخبيها على بعض. طبعا زي ما انتم شايفين الطارة بتاعت السائق فيها مش بس بنزين وفرامل، لا ده فيها بارامترز كتير جدا. ده فريق فيراري زي ما حضراتكم شايفين، بيحصل تجميع للعربيات، بارامترز كتير جدا بتهم السائقين، ما بقاش الموضوع وبقى الموضوع معقد جدا.